لا طب صف السادس إذا ما تجي تقرأ بهاي الطيارة. هاي الطيارة عبارة عن مكتبة الطلاب تركيا، وكل شيء بلاش للطلاب هنا، يعني تقدر تطلب مطب بلاش إذا أنت طالب تركي. تيجي هنا تبعد بالدرجة الأعمال الخاصة، تفتح هاي الطاولة، ما أعرف شلون أفتحها، لا تروح تنكسر زين، وتبعد هم تقرأ وهم تفتر حول العالم. كفوف للكتب، والله يحمي الرئيس زين، حاطين هماتين للأطفال. هنا مقاعد جماعية، تجي انت واصدقائك تدرسون هنا مو مشكلة. هاي هي كانت احدى اشكال المكاتب للطلاب في تركيا. صلوا على النبي. تطلع انت خاتم المنهج على هاي الاجواء وقدامك غراب، يا رب ما يعظني. بسم الله، كش بش زين، تطلع مرتاحة نفسيتك وخاتم المنهج وناجح من السادس.